اهلا بيكم متابعي قناة اي جي سوفت. النهاردة ان شاء الله نعرف مع بعض ازاي نترجم موقع الويب للغة اللي احنا عاوزينها. انا دلوقتي على موقع معين باللغة الانجليزية، ولكن انا هنا مش لاقي ايقونة الترجمة اللي هي بتكون موجودة جنب كل موقع انا بدخل عليه، بحيث ان انا بترجم الموقع من اللغة الاصلية بتاعته للغة اللي انا عاوزها، اذا كانت انجليزي، فرنساوي، الماني، ايطالي، زي ما انا عاوز. طيب انا عندي موقع باللغة الانجليزية وموقع باللغة العربية، عاوز اترجم اللي باللغة الانجليزية ده للغة العربية، وعاوز اترجم اللي باللغة العربية للغة الانجليزية، وممكن كمان اضيف فيه لغات تانية. طيب هعمل ايه؟ يا ريت قبل ما ابدا، بس لو انت اول مره تشوف القناه يا ريت تعمل اشتراك، ولو الفيديو بتاع النهارده عجبك اعمل لايك وشاركه مع اصحابك، ويا ريت كمان ما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد على القناه. الموضوع سهل جدا وبسيط، هي حركة واحدة هنعملها من خلالها نترجم أي موقع احنا عاوزينه. أنا هاجي مثلا على الموقع هنا، كل اللي أنا هعمله هضغط على الصفحة في أي مكان في الصفحة. أنا طبعا هترجم الموقع ده من اللغة الإنجليزية للعربية، هضغط في أي مكان في الصفحة، تمام. وعندي حاجة اسمها Translate to English، أنا عايز أترجم من اللغة العربية بس مش مشكلة، لو انا ضغطت هنا على Translate to English هيظهر لي ايقونه الترجمه، وهي دي اللي انا عاوزها، هي دي اللي انا عاوز اوصل لها. لو ضغطت على Translate to English هيجيب لي هنا ايقونه الترجمه، وانا مش عاوز اكتر من ايقونه الترجمه جنب كل موقع. هضغط هنا على ايقونه الترجمه، تمام، وهاجي هنا على الثلاث نقط دول هضغط عليهم واختار choose another language، تمام، بحيث ان انا اضيف لغه تانية، هضغط عليها واختار اللغة اللي انا عاوز اضيف بيها الموقع ده. طبعا عندي جميع لغات العالم زي ما احنا شايفين، هختار مثلا انا عاوز اترجم الموقع ده للغة العربية، هضغط هنا على اللغة العربية وهعمل ترانسليت، تمام. بمجرد ما عملت ترانسليت زي ما انتم شايفين قلب لي الموقع من اللغة الانجليزية للغة العربية كله بالكامل، مش هتلاقي اي كلمة بالانجليش غير طبعا البرامج، يعني ده برنامج معين، دايركت اكس 12 ده برنامج معين، فالبرامج بس هي اللي هتلاقيها باللغة الانجليزية، يعني ويندوز 11 هوم ده طبعا برضو برنامج او ده ويندوز، فبالتالي مش هتلاقي كلمة باللغة الانجليزية او مش هتلاقي كلمة باللغة الانجليزية موجودة في الموقع، هيترجمها لك، تمام. طيب نفس الكلام، انا عندي الموقع ده باللغة العربية عاوز اخليه باللغة الانجليزية او الفرنسية او اي لغة تانية، نفس الكلام هعمل كليك يمين على الموقع واختار ترانسليت تو العربية، يعني ترجمة الى العربية، رغم ان الموقع باللغة العربية ولكن هو بيجيب لك الترجمة اللي موجودة في الموقع، تمام. هضغط عليها هيظهر معايا ايقونة الترجمة، هضغط على الثلاث نقط دول واختار choose another language، تمام، واختار اللغة اللي انا عاوزها، وليكن مثلا اختار اللغة الانجليزية، تمام، هختار اللغة اي لغة انت عاوزها ترجم بيها، تمام، الانجليزية، وهعمل ترانسليت. زي ما انتم شايفين قلب لي الترجمة في الموقع من اللغة الانجليزية للغة من اللغة العربية للغة الانجليزية. بتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش تدعموني وتعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع اصحابكم. كان معكم محمد سيد، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.